احنا على الهوا يا بنتي. معاك يا بابا. يا كنيسة قولي بالله صبيح، نوري وقولي جاي المسيح، عاشنا ازاي ياخدنا ايه ده جاي بمجد ومجد جديد. قوموا يا أبنائي للرجاء واستبدلوا حب وأشواق، شدوا الحقوي والحق لحافظين المنتظرين. يا كنيسة قومي بالمعصومي، نوري وقولي جاي المسيح، عرسنا خدنا ليه جاي بمجده مجدي. بسم الآب والابن والروح القدس له واحد أمين. حلقة غريبة وحلقة عجيبة، وفكرتها جت لنا من أسبوعين، لا من 10 أيام يمكن، وأنا بتكلم مع بنتي رباب من أسوان وبتحكي لي وقائع القبض عليها بتهمة التنصر وترك الإسلام واحتقار الإسلام. لكن اللي عجبني إن أنا أقدم التجربة شجاعة رباب، ردود رباب خلتني عايز اقدم لكم مثال. ما هو لما بيلاقوك محترم يحترموك، لما بيلاقوك واثق في كلامك وفي لغتك وفي ايمانك بيحطوك مش هيبجلوك، مش هي يعني يقولوا لك عايز نعمل زيك، لا بس بص في مقياس. لما يلاقوا حد قوي في ايمانه ولغته واثقه ولا يقبل المهادنه على طول يقولوا لا ده ما نقدرش عليه. والنعمه بتتكلم ورب المجد بيحضر. جماعه الايمان لا يتجزا، الايمان لا يتجزا، الايمان وانت وحدك زي وانت قدام الناس، زي وانت قدام السلطات، زي وانت قدام القوات، زي وانت في لحظه الاعدام، هي الإيمان لا تجزأ، الإيمان واحد. أنا بحب أقدم لكم رباب الشجاعة. واحد يقول لي ما أنت بره، ما أنت هتقدمها. بصوا اللي اتعمل فيا وفي أحب الناس ليا فوق الوصف، ويأتي وقت أقدر أقول عنه لما تتحل المشاكل اللي في مصر. رباب عارفة والخدام عارفين والناس عارفة في مصر ماذا أعني، بس احنا بندفع الثمن كلنا، سواء أنا موجود في مصر أو أنا خارج مصر، لأن أنا مش بسكت. عموما تعالوا نسمع رباب بنتنا وتعالوا نرحب بيها وأقول لها أنت
انت حكيتي لي وبعدين انا اعجبت باللي حكيتيه وقلت لك يا ريت نقدمه، ليه ما خفتيش؟ اهلا بيك يا رباب. اهلا بيك يا بابا، عامل ايه؟ نشكر ربنا يا رب دايما. اخبارك ايه يا بابا؟ نشكر ربنا. صلاتك يا بنتي. عايز اسمعك، ليه وافقت تعملي الحلقه دي مع ان يعني ممكن تكتشفي او يعرفوا او الناس طبعا بترحب بيك ناس كتير. الله يا ربي، ريم وفادية وسامي سونيا، اهلا بكم اهلا بكم. مش قادر اقول الاسماء كلها. وهي برضه رباب بتحييكم وبتشكركم على هذا، على هذه التحيه ليها. تفضلي يا رباب. نعم. بص، هو انا عامه وافقت بس علشان انا حبيت نفسي اصلا، يعني ملهاش علاقه باي حاجه غير ان انا حابه نفسي ان انا عملت كده، او ان انا كنت قادره ان انا اتكلم، مع اني كان ممكن اكون حاسه بالخوف شويه، بس لما اتحطيت في الموقف نفسه حسيت ان انا مش انا، يعني حسيت انه هو فعلا بيتكلم عن لساننا يعني. الله، ايوه يا بنتي قولي. بس يا بابا يعني هو ده بس اللي خلاني ان انا وافق ان انا اعمل حلقه. ايه الدروس اللي انت عايزه تقدميها لاخواتك اللي انت عارفه وشايفه اللي بنتعرض ليه؟ كل من يعلن ايمانه ويشم نفسه بيعملوا فيه ايه؟ ايه اللي تقدمه لهم؟ ايه اللي تقوله لهم؟ عدم الخوف. يعني انا دلوقتي حاسه ان انا مش خايفه، يعني ممكن اكون طالعه بالبتاع ده يعني او مغطيه وشي، بس انا مش خايفه على نفسي قد ما انا خايفه على اللي حواليا عامه، لان اللي حواليا برضه هيتاذوا، مش انا بس اللي هتاذي لوحدي. انا بس فكره ان انا اكون واثقه في ربنا دي لوحدها حاجه ثانيه خالص. أمين. يعني انا عارفه ان ربنا هيطلعني منها زي ما هو بدا معايا المشوار من الاول، يعني يطلعني من كل اللي عدى ده، هيطلعني من اللي جاي. بس امين. طب انا عايز اسالك سؤال، انا طلبت منك تلبسي نقاب، انت رفضت ليه؟ قلت لك اموت بس ما تلبسنيش نقاب. تموتي بس ما تلبسنيش نقاب. لا لا، مش عايزه، يعني انا بحس ان المنتقبات دول مش عايزه ابقى زي دول خالص، لانهم اصلا كلهم منافقين يعني. بس عايزه اقول لكم انها كانت منقبة وكانت شيخة، خلاص مش هقول اكتر من كده عشان ما ندمش، ما تدللش على شخصية. احكي لي بقى ايه اللي حصل. طبعا بابا انت عارف انه من الحلقات اللي فاتت اللي احنا سجلناها ان انا كنت اصلا مشيت وما اخدتش اي حاجه من حاجتي ومن حاجه شغلي ولا كل الكلام ده كله، صح ولا لا؟ فالمهم يعني انت مشيتي من البيت ما خدتيش حاجه معاكي. بالظبط. دي احنا سجلنا قبل كده مع بعض وحكينا القصه دي. ايوه. بس المهم يعني انا كنت على تواصل بواحده صاحبتي دي اللي انا كنت مخليه عندها الحاجه بتاعتي قبل ما امشي، يعني حاجة شغلي، يعني مش كل الحاجة بتاعت شغلي بس أساسيات شغلي يعني عندها. ماشي. دي أنا كنت على تواصل معاها وما كانش هي ينفع تيجي مثلا في المكان اللي أنا موجودة فيه. فأنا قلت إن أنا طيب أنا هاجي وأستلم منك الحاجة يعني. المهم يا بابا اتفاجئ بقى لما وصلت هناك المحطة، اتفاجئ بقى بأهلي وبالضباط والناس دول، يعني انا ما كنتش متوقعة اصلا يعني، وما كانش ما جاش في خيالي. قبصوكي بالصعيدي. بص يعني ما تتخيلش الصدمة اللي انا كنت فيها يعني ازاي. ايوه اتفضلي. مع ذلك برضو ما يعني انا ما كنتش خايفه يعني.
يعني عايزه اقول لك، هم اخدني في اوضه هي كلها رجاله، كلهم كده عساكر لابسين بتوع الجيش دول، وكذا ضابط يعني مش واحد بس. وكانت امي واختي. المهم يعني دخلت جوه الاوضه دي، وانا اصلا ما كنتش راضيه ادخل معاهم الاول، انا ما كانش معايا بطاقه ولا معايا اي اثبات شخصيه عامه. بس كان معايا في الشنطه صليب. ايوه اهو ده بقى مشكله تاني. ايوه. المهم يا بابا، يعني فضلنا في جدال، يعني انا وهما، هما عايزيني بقى يقفلوا المحضر بتاعي اللي هو محضر التغيب الاولاني، وانا رافضه ان انا اصلا اقول انا مين، وانا مش معايا اثبات شخصيه اصلا ياكد ان هما دول اهلي اصلا. هم قبضوا عليك عشان اهلك كانوا مبلغين باختفائك. بس عشان الناس تفهم، اهلك بلغوا باختفائك. بالظبط. اهلك كانوا عارفين كده، هم عارفين ان انا من الاول بارادتي ماشيه، مش مقصوبه يعني، فاهم؟ يعني اهلك عارفين انك انت ماشيه بارادتك ومش ومحدش خطفك. بس مع ذلك هم عملوا محضر تغيب. وهم عارفين انك انت تركت الاسلام. طبعا عارفين، هم عارفين من اول مره، ودي المره اللي هم بقى ايه اللي كانوا بيقولوا لي يعني توب يعني وربنا هيسامحك والحاجات دي. المهم بقى الضابط بقى، انا لاني انا طبعا بزعق وما كنتش في وعي تقريبا، يعني ان انا مش عايزه ارجع معاهم، وبيقول لي صلي على النبي. دي جاب التايه، جاب التايه. انا ما رضيتش اصلي على النبي. دي بقى هي، هو عمال يقول لي صلي على النبي صلي على النبي. انا اخر ما زهقت منه قلت له صليت، يعني انت عايزني اصلي على النبي؟ مش عايزه اصلي. المهم بقى، فراحت اختي بترد على الظابط، بتقول له انا عارفه هي مش عايزه تصلي ليه. رحت انا بصيت لها بقول لها ما تقولي، قولي له انا مش عايزه اصلي ليه. المهم بعد كده، ده انت مفتريه. انا بقول لك، انا بامانه المسيح، انا مش انا اللي كنت بتكلم، انا كنت حاسه ان انا اتحطيت في موقف شبه كده، وحواليا كل الناس دي ضدي. اصلي كنت أصلي. انا هخاف، مش هقدر اواجه يعني ده بجد. المهم بعد كده اخذوني من المكان المحطه ده على المركز الاول، او ما اعرفش ايه. ما تقوليش اسماء خالص. حاضر. قعدنا من الساعه 3 الفجر لحد ثاني يوم على كام، على الساعة مثلا نقول 7-8 كده. بس خلال الفترة دي كلها طبعا أنا منهارة، مش عايزة أرجع معاهم وكل الحاجات دي. الضابط بقى يعني يسألني يعني المشكلة كانت تتحل إن ما أنا عايز أفهم، يعني لو أنت رحت مع ماما وأختك المشكلة اتحلت. ما هما كانوا، ما هو ده بالنسبه لهم المشكله اتحلت لو انا مشيت معاهم، وعملت الشوشره يعني، فاهم؟ البوليس يسيبك يعني. خلال الفتره دي اللي هو الضابط بقى فضل يسالني، طب انت كنت عند مين؟ كنت قاعده فين؟ كنت ما اعرفش ايه؟ وحاجات كده يعني. المهم انا كنت برضه صريحه معاه، وكنت بقول انا كنت فين؟ من غير ذكر اسماء برضه يعني. انا كنت في البلد الفلانيه مع حد فلاني وخلاص. يا ودي تشوف في داهيه. لا صدقني يا بابا، صدقني ما قلتش اسماء بامان. بتبلغ عنهم يا رب، بتبلغ عنهم. انا قلت لهم كنت عندي واحده صاحبتي متجوزه،
وده طيب. بالفعل هي صاحبتي وحبيبتي اصلا ومتجوزه يعني. تمام ومع اولادها. كان بقى يروح سالني سؤال كده قال لي وجوزها كان موافق ان انت تقعدي عندها؟ قلت لها قلت له كان موافق اصلا هو يعني هو حد عزيز عليا وبيحبني عادي يعني ما كانش عنده مانع ان انا اقعد معاهم. بس وقلت له ان هم كانوا ناس كويسين وكده فضلت اشكر فيهم يعني. بس الضابط ده كان محترم عن الاولانيين وكان بيتعامل باسلوب محترم شويه. انما الاولاني بيقول لي اتفضلي يا محترمه. رحت قلت له على فكره المحترمه غصب عنك. قلت له ايه؟ راح قال لي وهي قلت له محترمه غصب عنك. ده الضابط؟ راح قال لي وهي محترمه دي شتيمه؟ قلت له ما انت اللي بتقولها بطريقه مستفزه. ده انت مش ساكته خالص. ده انت ربطتيني. بامانه المسيح ما سكتش لا خالص. انا ما سكتش بجد. انا كنت برد ردود غريبه بصراحه يعني لدرجه ان هم بيقولوا ان دي حالتها النفسيه مش طبيعيه. ما هيقولوا ايه؟ ما هم ما توقعوش. هم قله ادب وسفاله وتعذيب وقرف ومحدش بيفلت من ايديهم. ده انت يا بنت المسيح المسيح شلهم لانك انت رفضت انكار المسيح. كملي. يبقى انت قعدت من 3 من الفجر لغايه ثاني يوم 7 مساء. عايز اقول لك يا بابا انا لما وصلت المحطه اول ما نزلت من القطر في سلم الخروج انا جيت بقى عند السلم ده لقيتهم كلهم في وشي بقى. انا طبعا اتصدمت يعني. هي كانت صدمه بالنسبه لي لان انا ما كنتش متوقعه. انا ما كنتش متوقعه تماما يعني. ما جاش في بالي ان انا ممكن هقابلهم وكده. المهم يا بابا طبعا انا كنت رافضه ان انا ارجع معاهم. وبعد كده بعد ما مشينا مثلا من المركز اللي انا اتنسبت فيه ده رحنا المركز تاني. المركز اللي انا منه يعني. علشان المحضر اتعمل في نفس المركز. قال لك لازم تاخدها تقفل المحضر في المركز اللي هي تبع اللي هي طالعه منه يعني. فالمهم رحنا المركز. الرائد طبعا تبعهم تبع العيله شويه. فكان عايز يمشي الموضوع ودي. اللي هو طيب انت يعني الضابط قريبكم يعني. تبعهم يعني. المهم فضل بقى يتكلم ان احنا مثلا انا وهم بس يعني نمشي مع بعض ونقفل المحضر كده بسكات ومفيش محدش يعمل مشاكل والكلام ده كله. فالمهم هو لما عرضوا عليه ان انا امشي معاهم هم عايزين ياخدوني غصب عني. انا مش موافقه وقلت له هو للرائد ده قلت له لو انت عايز تمشيني مشيني بس انا مش عايز امشي. قلت له قعدني هنا وشوف انتوا عايزين تعملوا ايه بس انا مش همشي. فطبعا هو شاف ان دي مسؤوليه فراح قال لي لا ما حدش هيمشي في غصب عنك. يعني انت واحده بالغه وعندك 28 سنه وانت اللي تقرري القرار ده. قلت له خلاص اوكي ماشي. فالمهم هم لما قالوا له يعني ناخدها يعني اقفل المحضر وناخدها وكاني ما فيش حاجه يعني راح هو سحب ايده بقى قال لهم لا دي مسؤوليه وانا ما اقدرش اسلمها لكم. ف هو الضابط خاف الضابط خاف يقتلوكي؟ يعني ما هو خاف ان دي مسؤوليه عليه هو ان هو طلعها ودي كده بالحب يعني. وهو قريبكم عارف التقاليد عارف طبعاً. انه هيذبحوكي وخلاص زي ما هو بيحاول معايا ان هو يهدي الدنيا ان هو لا او وما ينفعش اللي انت عملتيه وما ينفعش كذا وما ينفعش كذا. بس انا برضو على قراري يعني انا مش همني ان انت تتكلم فيه ولا اي حد بيتكلم فيه. انا ده ايماني انا الشخصي ما حدش له علاقه. يا رب يسوع. فراح بعد كده انا المفروض ادخل للنيابه علشان اقول قدام القاضي ان انا مش هرجع مثلا عن اللي انا فيه ده.
هم مش قادرين الضباط مش قادرين لغايه دلوقتي يقولوا لك انت اتنصرتي، مش قادرين يطلعوها. لا مش قادرين. انا كنت عامله تاتو يا بابا كانوا فاكرينه صليب. المهم يعني المفروض ان انا ادخل عند النيابه دي، يعني هيعبرونا عن النيابه. بعد طبعا يوم طويل رحنا النيابه بالفعل واخذوني معاهم، بس ما يعني ما اتكلمتش مع حد ولا حد سالني عن حاجه. فجاه لقيت نفسي اتاخد وقعدنا في البوكس، يعني عارف اللي هو زي المجرمين وكده. انا قلت له انا ما عملتش جريمه علشان انت تمسكني كده ولا تحطني في البتاع ده، يعني هو انا ايه اللي عملته اصلا؟ انا مش فاهمه اصلا ايه الجريمه اللي انا عملتها علشان انت تمسكني جامد كده وتحطني في البوكس. بس بعد كده ما دخلتش في الاوضه طبعا، واخدوني كده بالحب يعني يلا مع السلامه. المهم وصلنا البيت. انا طبعا طول الفتره دي بعد ما اخدوني غصب عني انا ساكته تماما، ما بتكلمش ولا بتجاوب مع اي حاجه. قعدت كم يوم ما تاكليش يا رباب؟ لا صدقني كتير قوي، من 22/5 لحد شهر 7 كنت في مرار، يعني كنت حاسه يعني انا كنت بنتهي تقريبا. لا فترتك وانت في المركز تحت الحراسه او تحت القبض عليك، يعني استمر كم يوم؟ يومين ثلاثه؟ لا ما كملناش يومين. لا ما كملتش يومين. وكل ده في محاولة إن أنا أرجع، وإن أنا يعني إن أنا أرجع لعقلي يعني. ما أكلتيش حاجة؟ ما أكلتيش. أنا هوبا يعني أنا مجنونة مثلا أو كده. ما جابلكيش أكل ولا حاجة؟ لا ما أنا أصلا منع إن أنا أتكلم معاهم، منع إن أنا يعني أرد عليهم، دايما هما بيسألوني وبيكلموني وأنا ما فيش يعني. وما كانش اصلا في قابليه للاكل، يعني انا كنت مصدومه جدا يعني اصلا. المهم انا اخذت فتره طويله اصلا مش باكل من لما مشيت من القسم. اصلا يعني انا مش عارفه اصلا بعد ما جيت ازاي، يعني هو ليه انا ما دخلتش للقاضي، وانا ليه مشوني كده؟ يعني هي مشيت ودي فعلا زي ما هو قال، ما يعني عايزين يغطوا على الموضوع يعني عشان الدنيا ما تكبرش، علشان يعني طبعا حضرتك عارف البلد عندنا والناس والعائلات والحاجات دي. بس فهي علشان بقى ايه عيله كبيره شويه، فيعني بيخافوا من ان بنتهم يتقال عنها حاجه يعني وفكره ان انا اصلا اتنصر او امن بالمسيح بالنسبه لهم دي فكره مش موجوده. اللي هو يعني عايزه اقول لك على حاجه، امي بتقول لي احنا اول مره نشوف واحده بتبقى مسيحيه، فانا بقول لها ما علشان انتوا مش بتشوفوا، لا في كتير، عشان انتوا مش مهتمين بالموضوع اصلا. حاولت تخليها تشوفنا؟ بابا عايزه اقول لك لا، يعني انا امي يعني هي مش بتكره المسيحيين، لا بس بقى لما حصل موقف ان انا اتنصر ده كانت كرهاهم بشكل مش طبيعي. كانت بتقول لي انا بزعل لما بيحرقوا لهم كنيسه، ده المفروض يحرقوهم كلهم ما يخلوش فيهم واحد. يا ساتر يا رب. طب هي فاكره احنا ضحكنا عليك ازاي يعني؟ ما انت يا بنتي خريجه جامعه وكان مفروض هتبقي شيخه وبنت ناس وعيله كبيره معروفه انا عارفهم، ونصهم ضباط ونصهم شيوخ. طب هنغريك بايه؟ احنا عندنا ايه؟ ما عندناش غير البهدله. بابا انا عايزه اقول لك على وجودي بقى في الاوضه اللي انا كنت فيها في البيت. انا ما نكرش ان هم خلينا بقى خدوكي بقى على البيت، خلينا بقى نتكلم بقى عن البيت. بصوا خدوا بالكم، فترة القبض عليها أو وضعها تحت الحراسة لم تتنازل،
ما قلتش أدابها، لا كانت بترد باحترام برضو بثقة، وكانت بتقول أنا مش حاسة أن أنا نفسي، ما أنا عايز أعلمكم اتعلموا دروس. أنت أنت يوم ما تتمايع وتتمايص الحاجات دي مش هيحسها غير اللي مر بيها من العابرين، يعني مش اي حد هيفهم اللي احنا بنقوله ولا حد هيحس اصلا. يعني احنا العابرين اللي بنعدي بالحاجات دي احنا بس اللي هنحس ببعض، صدقني. طبعا طبعا يمكن الانسان العادي اللي هو ملوش في اي حاجه مش هيفهم، ومش هي يعني مشاعره مش هتتحرك اصلا، لا ياخد باله الموقف نفسه اكبر منه، الموقف اكبر منه. بص انا بقول ان المواقف دي اكبر مني، بس صدقني صدقني لا، انه ربنا بيخليك عندك القوه ان انت تقدر ترد وتقول لا، يعني لا انتوا غلط انا صح. المهم بقى فتره تواجدي في البيت، انا كنت في اوضه مش بتكلم مع حد، مش باكل ومش بشرب وكل الحاجات دي. وهم بقى احنا بيتنا كبير، بيتنا فيه 3 باب، باب رئيسي كبير وده اللي انا كنت قريبه منه قوي، كانت الاوضه بتاعتي يعني الاوضه اللي انا محطوطه فيها جنبه، وفي بابين تاني الناحيه الثانيه يعني. وهم كانوا بيناموا بقى ايه كلهم من بره، بحس ان انا عارف في كل مكان في حد حارسني كده، قاعدين في كل مكان. لحد بقى ايه جت فتره كده قافلين قافلين الاوضه عليكي؟ وحاطين حاطين قفل من اللي هو الكمبيوتر، يا لهوتي. يعني اللي هو اصلا بيبقى المفتاح معاهم وبيبقى معرفش اللي بيقربوا المفتاح فيفتح. المهم اخدت كل الفتره دي انا مش باكل مش بتكلم ومش بشرب ولا معايا اي حاجه خالص، يعني قاعده في الاوضه. كانوا طالبين مني ايه؟ هم عايزين ايه؟ يعني تيجي مثلا امي، دي بدايه الكلام يعني، بدايه ما انا بقى خرجت عن صمتي اللي انا كنت فيه طول الفتره اللي عدت معاهم. انا كنت بسمعهم بقى بيشتموا كل ما كل حاجه دخلوا فيها المسيحيين، يفضلوا يشتموا على المسيحيين، ده هم كذا، ده هم ما اعرفش ايه، من غير اي حاجه يعني، من غير ما في موضوع اصلا، بس هم عايزين يضايقوني، يضايقوني انا يعني عشان عارفيني عارف. بس انا ما كنتش برد لاخر لحظه اتامنت من المسيح، ما كنتش برد، ما كنتش اصلا بتكلم، كنت سايباهم كده بسمعهم. فيشغلوا لي بقى قران بصوت عالي في السماعات الكبيره دي، السبيكر. سماعات كبيره زي بتاعه الدي جي كده، يا ساتر. المشكلة مش كده، المشكلة كان القرآن لما بيشغلوه بيتكلم عن الكفر برضو. أنا أفضل أضحك يا بابا بأمانة المسيح، أفضل أضحك إن أنا يا جماعة مش كفرة صدقني، يعني أنا ببقى بعيط مثلا وقاعدة في الأوضة مخنوقة وببكي وشغلوا لي الذين كفر والذين معرفش عملوا إيه. فأنا كنت في اليوم ده أضحك ضحك ان انا مش كافره، وانتوا اصلا انتوا ايه ده يعني، هو القران اللي انتوا هتشغلوه ده مثلا اللي هيخليني ارجع؟ فجت ماما بقى بتقول لي ايه يا بنتي، طيب قومي قال ايه، صلي ومتوضي وصلي وربنا بيغفر، يعني فاهم انت، ربنا بيغفر اي ذنب، هيطان اي ذنب انت. هيطان. قالت لي التوبي. قلت لها تبع ايه؟ هو يعني انا كافر مثلا عشان اتوب؟ ماشي. فضلت بقى قاعده قدامي، جابت الكرسي كده وقاعده قدامي تتكلم تتكلم كتير، وقالت لي جمله هي دي اللي خلتني انا ارد عليها، بتقول لي انتوا دمكم وسخ، لا مؤاخذه يعني، معلش عشان انا مش يعني لازم اقول اللفظ ده. فرحت انا رديت بقول لها لا، قلت لها احنا مفتودين بدم كريم، احنا كلنا مش دمنا كده يعني، حتى انتوا اللي مش مؤمنين بيه يعني كمسلمين انتوا برضو دمكم غالي بغض النظر. يا سلام، يا سلام عليكي. بس فهي طبعا الكلام ده بالنسبه لها كلام غريب، يعني اللي هو انت ازاي بتقولي كده،
يعني هو عايز اقول لك ان يعني امي ست يعني هي اتولدت لقيت نفسها مسلمه وهي اصلا مش بتقرا ولا بتكتب ولا الحاجات دي، يعني هي ربة منزل عادي جدا زي اي ام بسيطه يعني. المهم كانت بالنسبه لها الحاجات دي صدمه عليها، يعني ان هي شايفه بنتها بقت كده، لدرجه ان انا كنت بحس ان هي خلاص بدات تكرهني كانها بتكره يعني المسيحيين بالفعل، يعني كرهها ليا كان زي كرهها للمسيحيين الاصليين. يعني اختي بقى وطول الوقت بقى هم بيهددوني طول الوقت، انا بسمع كلامهم ببقى او انا مش خايفه ومش يعني انا مش عارفه كنت فاهمه شعوري عامل ازاي، بس انا كنت ببقى متضايقه من اللي بيحصل حواليا، ما كنتش عايزه اتعامل معاهم، وهم كانوا بيبصوا لي بصه غريبه كده اللي هو انا مش عارفه، بس هم كانت عينيهم بتطلع نار، يعني لما ببص عليهم صدقني هو مش خوف منهم بس نظرتهم كانت شيطانيه ما اعرفش، بس نظره وحشه يعني. يعني انت حسيت انه ممكن تتقتلي؟ ما هي بتقول لي دمك اصلا يعني ما انا لسه قايله لك بتقول لي دمك كذا وانتوا دمكم كله كذا، يعني قصدها رخيص يعني انت اصلا يدفنوك حيه فاهم؟ يعني طول الوقت كانت بتهددني باخواتي عشان اخواتي مش موجودين في البلد يعني او بره مصر، وكان ليهم معاد بينزلوا فيه. هم اللي هيجوا يقتلوك ويداروا الفضيحه. لا ده استنى، هي مش هيداريها كمان، لا ده هي هيقتلوني ويروح يسلم نفسه. يا سلام بطل. ايوه فعلا اللي هو يعني فوضى يعني. ايوه عنتره بن شداد يلا. ايوه يعني اللي هي فوضى يعني ما مش فاهمه يعني في ولا اصلا انا فاهمه انا عملت ايه يعني. جت تقول لي الكلام ده، راحوا هم سالوا دار الافتاء في مصر يعني هنا دار الافتاء قال لهم لا ما يعني انتوا ما تتكلموش معانا، انتوا ودوها سلموها للحكومه. جت امي بتقول لي ايه يعني ايه، هي اخذوا راي دار الافتاء ان هم يا اما انت ترجعي يعني اللي انت فيه ده او هسلمك بقى ايه للحكومه. قلت لها مستنيين ايه معلش، ده بدايه الكلام بعد سكوت طويل بعد صمت يعني. بقول لها ايه، انا قمت كده من على السرير وقعدت قلت لها انتوا مستنيين ايه يعني، انا مش فاهمه انتوا مستنيين ايه، ما تقتلوني تخلصوني تسلموني. تقول لي قلت لها يعني انا بالنسبه لي السجن زي ما انا موجوده في الاوضه دي دلوقتي، يعني مش هيفرق حاجه بالنسبه لي، انا كنت بكتب على الحيطان ايات كاني في السجن يعني عادي. بس كنت بتكتبي ايه طيب؟ كنت كاتبه ايه بتقول لا تحزنوا ساعود لكم، وكنت كاتبه المقوله بتاعت البابا كرولوس بتاعت كن مطمئنا، وكنت كاتبه كله للخير ومسيرها تنتهي وكده يعني مسيرها تنتهي وربنا موجود بقى وربنا بقى. كانوا بيقروا الحاجات دي يتجننوا. ده بالفعل. يعني انا اصلا ببقى مثلا يعني انا سريري هنا اهو والحيطان بقى الحته بتاعت السرير بتاعتي دي كلها بقى كلها كده كتابه يعني مش خبيط وكده. ما انا قاعده في سجن بقى يعني انا بقى مش هقعد ساكته كده اكيد يعني. فالمهم يا بابا كان في سبحه جايبينها هم من اسمها ايه دي؟ أيوة. من السعوديه. ايوه اسمها ايه؟ انا عارفها هي دي السبحه دي يا بابا. ايوه هي السبحه دي بأمانة المسيح انا كنت ببقى مطمنه وهي معايا، بس انا عملتها خلي بالك ورشمت عليها الطبيب والدنيا تمام بقت مسيحيه يعني. عملت السبحه؟ عملت السبحه. يا بنت اللي انت عفريتة. ما بقتش من السعودية بقت من القدس. خلاص بقى خلاص بقت مسيحية أصلية يعني قبطية. المهم السبحة دي
يمكن هي الحاجة الوحيدة اللي أنا ببقى ممتنة ليها بعد ربنا يعني، لأن كانت مسلياني أوي، كنت ببقى حاسة بالأمان وهي معايا. أنا يا بابا ما كنتش بعمل أي حاجة بأمانة المسيح طول الفترة دي، يعني أنا مش باكل مش بشرب مش بتكلم. حتى الفترة اللي أنا اتكلمت فيها اتكلمت من كتر ما أنا متضايقة من الطريقة ومن الكلام ومن المعاملة اللي أنا كنت شايفاها واسلوب الكلام في ان انا واحده بالنسبه لهم كافره، ان انا واحده مقرفه. يعني انت الواحد اصلا احنا بنقرف نشرب عندهم وبنقرف حتى نسلم عليهم وبتاع، بس انا ما عنديش اصلا من زمان الفكره دي، مش في دماغي يعني، لان انا مش بفكر بالاسلوب ده يعني. ويمكن ده يمكن برضو انا بقول ان كل حاجه ربنا بيبقى مرتبها من الاول خالص، من وانا صغيره مثلا بفتكر مواقف بقول ان ده ترتيب ربنا، ده مش صدفة ومفيش حاجة في الدنيا صدفة ابدا يعني. لحد ما بقول لك الصبح دي انا كنت بعمل حاجة واحدة، كنت بصلي الصلاة العادية يعني بصلي عادي، بس الصبح دي بالذات انا كنت بنام واصحى وانا بقول يا رب يسوع المسيح ساعدني وبس، ما حبيبي كنتش بقول اكتر من كده. يا رب مجدا ليك يا يسوع، مجدا ليك ما يا يسوع. كنتش بقول غدا يا رب يسوع المسيح ساعدني، ما كنتش بصلي اي حاجه تانية يعني، بصلي وبشكر وكل حاجه، واحيانا بفضل اعيط ان هو يعني لازم يخرجني من هنا، انا مش قادره اعيش، مش حاسه نفسي مش قادره اتنفس يعني، حاسه بخنقه مش طبيعيه يعني، انا مش حباهم او مش عارفه، انا مش بكرههم برضه، بس هم شايفيني ان انا بكرههم، ان انا يعني انا بقيت شخص تاني والكلام ده كله، بس انا بالفعل انا مش بكرههم يعني، انا بجد مش بكرههم، لان هم في الاول وفي الاخر دول اهلي يعني، بس انا كنت حاسه قد ايه ان هم كارهيني، حتى امي كنت بحس ان هي بدات بتكرهني. المهم غريبة الصبح دي غريبة غريبة إن الإسلام يخلي الأم أو الأب أو الأخ يكره ضناه، يعني ده دليل إنه ده دين شيطاني. يعني أنت عارفة لما واحدة مسيحية بتهرب أو بتتخطف، أهلها مش بينكروها ولا بيكرهوها، أهلها بيصلوا ويصرخوا لأنهم مؤمنين، لأن قلوبهم متعلقة بيسوع. إنما أهلنا يا بنتي مجرد ما يعرفوا إن إحنا تركناهم وتركنا الإسلام وأنكرنا الإسلام خلاص بنبقى إحنا كفرة ويحق علينا القتل وقسوة عجيبة، عايزين يقتلونا، ينسوا كل حاجة. المهم استمرت معاناتك قد إيه؟ من شهر 5، من 22/5 تقريبا، لحد ما جيت مشيت يعني هناك، يمكن قعدت شهرين او شهرين الا شهر ونص حاجه كده يعني. المهم يعني كل الفتره دي كان في يعني اهانه فوق ما تتخيل يعني، انا ما كنتش قادره استحملها يعني، انا ما كنتش قادره ان انا استحمل كل كميه الكلام والطريقه والحاجات اللي هم بيعملوها، اللي هما بيغزوني بيها يعني، هما شايفين ان كلامهم مش الشتيمة بتاعتهم على المسيحيين دي اللي هتنرفزني يعني، دي اللي هتخليني انا اتكلم علشان كده يعني. جت يوم امي كانت خنقتني كده، صدقني يا بابا، يا ساتر يا رب، يعني هي مزجتني من هنا يعني، بسبب ان انا رديت عليها يعني، على اساس ان هي بتقول لي دمك مش عارفه ايه وانت دمكم كلكم كذا. انا كان في بالي الايه بتاعت افتديتم بدم كريم، فانا قلتها كنت برد عليها يعني على كلامها، لان احنا مش كده، انا يعني انا مؤمنه بالمسيح وعارفه هو المسيح ايه يعني، انا لا احنا مش كده، وهم ما عرفوش المسيح برضه يعني، هم عارفين حد تاني غير المسيح اللي احنا نعرفه. بس هي وبتخنوني بقى، ف يعني هم كلهم واقفين برضه، ف يعني سحبوها من مني، علشان يعني انا كنت حاسه انا مش بدافع عن نفسي،
كنت سايبه نفسي فاهمه اللي هو يلا انا عايزه اخلص يعني. ما كنتش خايفه من الموت يا رباب؟ ما كنتش بقول لها مثلا سيبيني ولا بحرك ايديها، لا انا سايباها وسكت خالص. مش بتكلم بس يعني اللي هو خلاص يعني عايزه تموتيني خلصيني، بس انا مش قادره استحمل الاهانه دي والكلام ده. لا انا مش خايفه، انا عايزه اموت عادي، ما عنديش مشكله. يا رب. يعني هو اصلا انا حسيت في لحظه كده ان الموت اهون، ان انا مثلا افضل في ان انا اسمع الكلام ده وانا مش قادره مثلا ارد عليهم او كده. بس كل واحد فيهم مثلا كان بيجي مثلا يقول لي كلمه، كل واحد يدخل الاوضه بقى يرمي كلمتين ويمشي. فانا كنت حاسه ان انا مضطهده يعني بجد، انا كنت حاسه كده. واو. طول الوقت بقى تهديد ان هم هيجوا، اخواتي هيجوا بقى وهم هيتصرفوا معاكي، يعني هي بتقول لي هم هيتصرفوا فيكي. اللي هم اخواتك الرجاله؟ اخواتي الرجاله. بابا عايزه اقول لك الحته اللي انا مشيت فيها، يعني انا بيتنا يعتبر في جبل، تمام؟ بيتكم ايه؟ بيتنا يعتبر في جبل، يعني مش طب كفايه اسكتي. طيب اسكت، الله يخليكي، ده انت بتعملي بلاغ. اسكتي اسكت، الله يسترك. المهم يا بابا، في يوم بقى ما انا قررت ان انا امشي، هما طبعا بيناموا كلهم سايبين اوضهم بقى، سايبين البيت الكبير ده. قبل ما تحكي عن هروبك وان ربنا وقف معاكي، ما جابلكيش شيوخ ولا حاجه؟ ما لا، ده خدوني كده شدوني من الاوضه وفتحوا بقى العربيه ودخلوني فيها واخدوني على الشيخ، حتى ما جابوهوش هو، لا انا اللي رحت له. احكي لنا على الحته دي، قلت له ايه وقال لك ايه؟ كنت قاعده كده اهو، تلاقيكي كفرتيه بأمانة المسيح. حسيت كده، حسيت ان هو عايز يقول لي امشي. شال العمة وخبطها على الارض ولا كبطك؟ ما اصل انا برضه يعني انت بنت المسيح، يعني انت فاكر نفسك مين؟ يا ولد فرحت ثقة. ايه بقى؟ ادي الثقة، الثقة في الله. يا اذا كان الله معنا فمن علينا؟ حاجة بجد يا بابا، حاجه بجد من قلبي، انا يعني انا من خلال اللي انا عشته مع المسيح او القرايه في الانجيل او في الكتاب، تاكدت ان كل اللي نجوا من اي مشكله دخلوا فيها كان بس عندهم ثقه في ربنا. الله عليك. يعني الثقه في ربنا دي هي اساس كل حاجه. الله عليك. يعني انا طول ما انا واثقه فيه، لا هيخرجني من اي مشكله، ومش يعني ايا كان اللي انا فيه هخرج بره بارادته هو. احكي لي حوارك، احكي لي حوارك مع الشيخ ارجوك. الشيخ ده بقى ايه؟ هم بقى انا مش عايزه اطلع، مش عايزه اروح لشيخ، انا كويسه وعماله اعيط، انا كويسه، انا مش عايزه اروح لشيخ. المهم اتسحبت كده بأمانة المسيح يا بابا، زي ما بكلمك اتشديت غصب عني، يعني عارف انا اصلا تعبانه يعني جسديا وتعبانه نفسيا، وكنت يعني باخد علاج للاعصاب، وبجد كنت لما حد يلمسني، ولحد دلوقتي انا بعاني من الحته دي بجد، بحس بتعب فظيع. بس هم قبل حوار الشيخ ده عايزه اقول لك على حاجه، كانوا اخذيني للدكتور نفسي، وانا برضو ما كنتش بتكلم، والدكتور النفسي ما عرفش عني حاجه برضو، يعني كتب لي علاج للاعصاب والنفسيه والحاجات دي علشان امشي عليها، يعني عشان هم عايزين يعرفوا ايه الدنيا معايا، يعني دي كانت فين وايه اللي حصل معاها. فانا ما حكيتش حاجه للدكتور، تقوم مين بقى اللي تحكي له؟ او دكتور مسلم بقى، خد عندك دي، دكتور مسلم. فقالوا لي انه هي يعني بتقول ان هي سابت الاسلام وسابت الاسلام وبقت مسيحيه.
بس طبعا الدكتور اتفاجئ لان انا مش حكيه له حاجه اصلا، مش بحكي له اصلا. يعني انا رحت كده علشان هم ودوني واداني علاج علشان كان بيجيلي رعشه في جسمي وايديا والحاجات دي، يعني من كتر التوتر ولا العصبيه وكده يعني. المهم جم بقى جه دور الشيخ ده، فضلت انا مش عايزه اروح لشيخ. فجي بقى مين؟ اخويا هو اللي بيسوق العربيه. فجابوا العربيه جوه البيت يعني، وشدوني من الاوضه وحطوني في العربيه، وطلعنا بقى رحنا للشيخ ده. ماشي، انا قلت في الاخر كده ماشي انا هروح، يعني بيني وبين نفسي قلت خلاص يعني انا ايه المشكله لما انا اروح يعني، وانا ليه رافضه ان انا اروح للشيخ يعني، ما انا اروح وعادي يعني. فرحت دخلنا، ما سلمتش عليه يعني، سلم عليهم هم وقعدت وانا قعدت. فضل بقى ايه يقرا قران، يقرا قران اكتر من ساعه وهو عمال يقرا قران، وانا جوايا بقرا من انجيل ابانا الذي في السماوات. حبيبي يا بنتي وبصله كده، فبقى زهقت انا من كتر ما هو عمال يقرا بقى وكده، لو صدعت انا يعني عايز بقى اروح. فراح بصني كده بيقول لي ايه بقى، ايه الحكايه وايه القصه؟ رحت قلت له اعتقد ان هم حكوا لك ايه الحكايه وايه القصه، فمش المفروض ان انت تتكلم وانا مش عايزه اتكلم. راح قال لي ايوه بس انا عايزه اسمع منك وبتاع. رحت قلت له لا انا ما عنديش حاجه ان انا اقولها، انا اللي عندي قلته وخلاص، كاني كده بكلم ضابط وبياخد اقوالي يعني كده. قلت له اللي عندي خلاص قلته. فبقى فضل هو بقى يقرا قران كتير يعني، يفصل ويبدا تاني، يفصل ويبدا تاني، وانا برضو بقرا وبصلي بيني وبين نفسي. وفي الاخر رحت وقفت كده قلت له انا عايزه امشي. راح قال لي هو القران بيضايقك؟ بكل برود كده يعني، حسيته شيخ بارد يعني، شيخ مش عارف ما حبيتهوش يعني. هو في شيخ مش بارد؟ قول يا بنت قول. كنت عايزه اقول لك كلمه بيقولها كده انا مميزه بيها، بس مش هقولها عشان ما يعرفونيش. لا 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 بلاش، اوعى تقول اي حاجه عني. المهم رحت قلت كده قلت له بقى معلش انا عايزه امشي. فراح قال لي هو القران بيضايقك؟ رحت قلت له ايه وهيضايقني ليه؟ لا ما بيضايقنيش، وبعدين ما انت شايفني اهو ضايقني في حاجه، انا بس زهقت من الاوضه دي. قال لي ما عشان الاوضه دي مثلا بنقرا فيها على طول قران وكده فمحصنه يعني. قلت له الحمد لله وانا كمان محصنه. محصن على محصن ما يبرمش. لا وانا تحسيني اكبر. انت محصن. فبقى ايه ما رحت انا وقفت وخلاص هطلع بقى وكده، فهو وقف راح يعني جاي يمسكني يعني هيقول لي اقعد وبتاع. قلت له ما تلمسنيش. قلت له كده قلت له ما تلمسنيش لو سمحت ما تلمسنيش وبس. فبعت هو بقى وراحت امي بتقول لي طب اقعدي اخواتك بره وما اعرفش ايه، ما همنيش اخواتي بره مش اخواتي بره. طلع فتحت باب العربيه وقعدت في العربيه بس. فبعد كده هم قعدوا معاه فتره طويله، انا ما اعرفش حكوا في ايه ولا اعرف اي حاجه، بس المهم ان انا طلعت من عنده علشان انا بجد ما كنتش طايقه اسمع القران لانه مش بيضايقني، لان انا اصلا مش بفكر فيه، بس يعني ما مش حابه الجو ده بتاع ان انا مثلا كافره وان انا والقران هو صح والاسلام هو اللي صح وما اعرفش ايه والكلام ده كله. انا طلعت عشان انا مش قادره فعلا استحمل الجو ده، لا هم مستحمليني ولا متقبليني، فانا خلاص بقى يعني اما تقبلوني زي ما انا كده يا اما تسيبوني يعني، سيبوني لحالي يعني زي ما تسيبوني لحالي انا خلاص يعني، انا يعني انتوا خلاص ما فيش مني رجع يعني. المهم بعد الشيخ ده
برضو روحت في البيت والدنيا تمام. انا كنت تعبانه نفسيا جدا، يعني جيت عليا فتره انا يعني كنت البرشام بتاع الاعصاب، ما كنتش باكل ولا بشرب ولا اي حاجه، بس كان في دماغهم ان انا باخد البرشام عشان هما كانوا بيحطوه على الترابيزه جنبي، بيحطوا الميه وبيحطوا اكل، بس انا كنت مش باكل. فاهم انت اللي هما بيتعاملوا مع واحده يعني حطوا لها اكل كده علشان بس تسمح لها يعني كده، بس انا بامانه المسيح كنت مسنوده من غير اكل ولا شرب. بامانه المسيح انا ما كنتش عارفه نفسي انا ازاي قادره اقاوم الفتره دي كلها من غير اكل. مجد لك يا رب. انا كنت بشرب بس ما كنتش باكل، كان دايما ريقي بيبقى ناشف من كتر ما انا قاعده وكده يعني. المهم جيت في يوم فضلت اعيط عياط، وكنت بحوش البرشام بتاع الاعصاب ما كنتش باخده، لان انا كنت اصلا مش قادره يعني، ما كنتش متقبله فكره ان هم شايفيني كافره وان هم بيعاملوا المعامله القاسيه دي. كنت فاكره نفسي انا خلاص كده دي نهايتي يعني معاهم، ان نهايتي قربت باسلوبهم بتاع التهديد والحاجات دي. فقلت بقى ايه، انا هشرب البرشام ده كله وشربته. المهم بعد ما شربته انا ما انا فضلت بقى لا مؤاخذه يعني انا ارجع، وجسمي ده بيكراش اكتر من الاول طبعا في نفس اللحظه. فهم عشان البرشام كان تقيل، فهم جابوا حقن كده ادوهالي في نفس اللحظه، وبعدها يعني ايه بقيت كويسة. بس يعني هو عندي مشكلة في الأعصاب دي، فبعد كده يعني بعد أيام شوية مع بعد ما فقت من الموضوع ده، من موضوع إن أنا حاولت أشرب البرشام وكده، فضلت بقى أصلي. أنا بصلي بس عمالة بصلي لربنا إن هو إيه يعني يتصرف، أنا مش عارفة أتصرف فانت تتصرف يا رب، انت اللي حطيتني في الموقف ده وانت اللي خليتني اعمل كل ده بارادتك، يعني انت اللي قلت ان انت ان انا هعمل كده وده حصل بالفعل، يا رب انت تتصرف وحاول تخرجني من كل ده. انا مش عايزه غير ان انا ابقى معاك، وعايزه ان انا اصلي. انا كان نفسي يبقى معاك حاجه حتى اقرا منها الانجيل بامانه. انا كنت قاعده لوحدي يعني، انا اكيد مش حافظه كل الانجيل يعني، مش حافظه ايات، مش حافظه كل الحاجات دي، مش معايا حاجه اقرا منها، بس كنت حاسه بحال ان انا مش عارفه يعني مش عارفه اعبده زي ما انا عايزه يعني، مش عارفه ابقى مع ربنا وسطهم يعني. هم شايفين ان دي واحده كافره طول الوقت عمالين بقى ايه بكتوا فيا وبتاع، وانا كنت بسمع كلامه وبس كنت بقول له هو هرد عليكم انتم تصمتون تقريبا، هو بيتكلم عني يعني. بيتكلم عني نعم. فالمهم في الليلة دي فضلت أنا أصلي وأعيط يعني. كنت قبلها بحاول إن أنا بحاول بكل الطرق إن أنا أمشي من هنا، من كتر ما أنا يعني أنا مش قادرة أقعد معاهم، وكتر ما إن هم عمالين يهددوني بإخواتي وباللي هيعملوه وبالحاجات دي يعني. لو انا ما رجعتش على اللي في دماغي يعني، كانت تيجي تقول لي مثلا يعني انت مش هترجعي عن اللي في دماغك، يعني هو انت مصممه ان انت يعني تبقي كده، وتوبي وروحي صلي وربنا هيقبل توبتك وربنا ما عرفش هيعمل ايه والكلام ده. انا قلت لهم انا مش كده. جيت فتره بقى كانت بنوته في البيت بنت اختي معاها تابلت، فكانت بتيجي تقعد جنبي، انا مش بتكلم ولا بعمل اي حاجه، بس بتيجي تقعد جنبي عشان هي دي انا يعني اصلا مربياها، ممكن الوحيده اللي كانت بتحن عليا في اللحظه دي، ما كانتش يعني ما كانتش كرهاني وكده، مش زي ما هم كانوا كارهيني، ما كنتش بحس منها الحاجات دي.
كانت دايما هي اللي جنبي دايما تيجي تسألني طب اجيب لك حاجه، طب انت اجيب لك ميه، طب اجيب لك اكل، طب اعمل لك غدا، اعمل لك عشاء. كانت بتيجي كل شويه بتيجي تسألني عامله ايه وكده، مع اني ما كنتش بكلمها وما كنتش برد عليها وكده، بس هي الوحيده اللي انا كنت احس ان هي جنبي. يعني بعد ربنا كنت حاسه ان هي يعني هي بتحاول ان هي تساعدني، هي مش عارفه ان انا ايه وهي مش فاهمه حاجه يعني. المهم انا خدت منها التابلت وفتحت الفيس بتاعي وكده، فانا كلمت صاحبتي خليتها تبعت لي الصور اللي انا كنت متصوراها عند البابا كرولوس، علشان انا كنت يعني انا كنت حابه ان انا اشوف صوري عنده، كنت عايزه ابص عليهم لما يوحشوني وكده. فبعتت لي صوري وانا في الدير وكنت لابسه الصليب متصوره مع بابا كرولوس. بعدها بقى ايه، هما انا جات لي الحاله اللي بتجيلي دي وانا ما قفلتش الفيس، وقلت لصاحبتي دي انا ابعتيهم وانا مش هنزلهم على الموبايل، ان هم هيفضلوا في الشات مش حدش هيشوف الشات لان ما حدش معاه الباسورد اصلا. يعني طلع ان هم اصلا معاهم وان هم بي 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 يعني بيعرفوا انا كلمت مين وانا ما كلمتش مين. هم عرفوا انك انت كلمتيني، هم عرفوا انك انت كلمتيني. لا ما يعرفوكش انت، بس بيعرفوا اللي حواليا اللي معانا اللي معانا. شافوا صوري وكده، يعني بالنسبه لهم الموضوع بقى ايه، بقى اكبر يعني من ان هي بتقول ان هي سابت الاسلام. لا ده هي راحت وعملت وسوت. الموضوع كيف اللحظه دي كلمه الموضوع كلموا بقى اخواتي، بدل ما هم بينزلوا مثلا في وقت معين اخذوا قرار ان هم ينزلوا بدري شويه عشان يجي يتصرفوا معايا. يا لهوتي، حفروا المقبره ولا كانوا لسه ما حفروهاش؟ مش عارف. المهم عايزه اقول لك حاجه، انا وقت الوقت ده كله انا بصلي السمحه دي اللي معايا في ايدي، ودايما بقول يا رب انت هتساعدني. انا مشيت قبل ما هم يجوا، وانا بالرغم ان انا يعني ايه ما كنتش متاكده من ميعاد نجيهم ده يعني. يا ربي. فكانت بنت اختي اللي هي الصغيره اللي انا مربياها دي احيانا تيجي تتكلم معايا او انا اسمعهم مثلا بيتكلموا، وهي مثلا تسمع ان هم اخواتي قربوا ينزلوا، بس مش قايلين اليوم ولا قايلين اي حاجه. يعني هم يعني بص بيدوني انذار ان هم كده كده جايين. انا عارفه اخواتي، يعني انا في اخ فيهم يا بابا فعلا ممكن يقتلني ويسلم نفسه، مش هي مش هي يعني مش مش هي مش هيخاف، لان انا عارفه هم ايه. وهي كانت بتهددني طول الوقت بكده، لان لا هي كانت انا كنت بحس ان في نار بتطلع من عينيهم، هم مش دي مش نظره حد يعني. انا كنت بحس ان لا دول بيبصوا لي بصه غريبه كانه الشيطان كانه مش عارفه، بس كنت يعني هو ما كنتش بخاف، بس كانت نظره بالنسبه لي يعني لا شعورها مخيف يعني اللي هم لا ايه ده. فالمهم انا كنت حاولت ان انا اخرج ما عرفتش، كان في حاجه بتقول لي لا، احس كده بصوت جوايا بيقول لي لا مش دلوقتي ما تعمليش كده. لحد يعني وفي الوقت ده اصلا كان في مشكله في البيبان، يعني الباب الرئيسي يا بابا انا مستحيل اخرج منه تمام، ما كانش قدامي غير البابين التانيين الخلفيين، والاثنين لما بيتفتحوا او بيتقفلوا بيعملوا صوت. انا
وكان في بالي برضه مشكله ان انا لو طلعت هطلع ازاي واطلع امتى وهعمل ايه وانا هروح فين، وانا يعني انا مش عارفه هعمل ايه اصلا. المهم بعد كده جيت بقى في يوم بجرب الباب، الاول كان بيعمل صوت، اليوم بقى الاخير ده اللي انا قررت ان انا خلاص همشي بأمانة المسيح يا بابا. كان عندهم عمال في البيت وصلحوا البيبان اللي هي صوتها بتعمل صوت دي، والباب ما بقاش عامل صوت. وصدقني بأمانة المسيح انا ما كنتش اعرف، بأمانة المسيح ما كنتش اعرف لدرجة ان انا قبلها برضو يعني بعدها بعد اليوم ده عملت نفسي يعني انا بروح لما اخذ التواليت اللي هو جنب يعني في الاوضه اللي جنبي اوضه الضيوف، اوضه الجلوس على راينا احنا تعايده. المهم بنسميها المنظره، المنظره المنظره ايوه اوضه الجلوس. المهم المهم الاوضه دي فيها بابين، يعني هما البابين دول اللي بيعملوا صوت. فيهم باب بقى يا بابا انا لما رحت اصلا بجرب لقيت الباب ما بتعملش صوت. قلت بس صدقني انا قلبي كان يعني كنت سامعه صوته لدرجه ان انا مش فاهمه هم ازاي بيقدروا يعملوا صوت، وانا ما كنتش اعرف ان هم صلحوهم ولا هم عملوا ايه، بس هم كان عندهم عمال. المهم انا قررت ان انا هطلع من الباب اللي هو بيتقفل من بره وبيتقفل من جوه. فهو اخويا بقى هو جاي بالليل قفل الباب من بره، فهو ما فيش بقى غير قدامي غير باب واحد كده اللي هو اصلا بينام قصاده، اخويا الصغير ده يعني غير اخواتي الكبار، بس هو صغير يعني عنده 21 سنه كده. المهم اول مره اول يوم يعني خلاص ان انا هطلع دلوقتي، الساعه كانت الساعه 6 الصبح وانا ابويا بيطلع بدري عشان هو خلاص ما تقوليش يا لهوتي ما تقوليش انت قربتي تقولي اسمه. طلع بعد المهم هو بيطلع بدري وبياخد بقى العصايه بتاعته دي اللي بنسميها خرزانه يا بابا، عارف الخرزانه؟ وهو مشي بقى. انا ما بنامش، انا صدقني الفتره دي كلها اللي انا كنت فيها صدقني بامانه المسيح ما كنتش بنام ولا كنت بغمض عيني. يعني هما كانوا بقى رايحين جايين ليل نهار يشوفوني بيلاقوني صاحي. المهم انا كنت لابسه البنطلون الخروج من تحت ولابسه عبايه بيتي عادي، ولبست البنطلون الخروج تحت العبايه وطلعت من الاوضه اللي انا فيها وهم نايمين، مع ان المفروض ان امي على اي صوت بتصحى يعني نومها خفيف جدا، لو انا فتحت الباب بتحس بيا يعني. المهم المره دي هما كانوا نايمين يعني سبات عميق. المهم انا رحت عند الاوضه ببص لقيت اخويا يعني مد وشه للحيط مش للباب، انا اطمنت رحت رجعت تاني. انا خفت بقى، انا اعصابي تعبانه قوي وبترعش، بس قلبي لا قلبي كان شويه جامد يعني. المهم رجعت وقلت لا انا مش هخرج، لان انا مش عارفه ومش متوقعه اللي هيحصل لو هم مسكوني وانا بطلع من البيت. رحت وقلت كلمه واحده بعد ما خفت وبعد ما قلت لنفسي الكلمه دي، قلت يسوع هيتصرف وربنا شاهد على كلام. اجد ليك يا رب. قلت يسوع هيتصرف، واخدت السبحه معايا حطيتها زي السويره كده في ايدي لفيتها على ايدي
ولبست بقى البلوزه في الاوضه الثانيه وشلت العبايه وجيت اطلع، يعني مش عارفه اقول لك اخويا، لقيته بقى بيتقلب الناحيه الثانيه ووشه للباب. وش لدرجه ان انا حتى يعني انا خلاص بقى طالع. انا عايزه اقول لك انا وقفت قدامه كده اهو سمرت، يعني هو لو فتح عينيه دلوقتي هيلاقيني في وشه وانا لابسه وكده. فببص له كده وبقول له هو مش وقتك خالص. رحت اديته ظهري، قلت اللي يحصل يحصل، مسكوني بقى يعني هي موته ولا اكتر، ما مسكنيش بقى ايه ربنا هيكون معايا. وفي الحالتين ربنا معايا يعني، بس كنت يعني متخيله ان انا لو اتمسكت انا عارفه نهايتي ايه يعني. المهم طلعت من البيت وهو وش في وشي وانا مدياله ظهري، بس انا بيني وبين نفسي بقول يا رب يسوع ساعدني، يا رب يسوع ساعدني، وماسكه السلحه في ايدي. يا رب يا يسوع. وعايزه اقول لك رجليا بتخبط في بعض، اعصابي مش فيا. والكلاب الكلاب اللي انا كنت خايفه منها، اللي اصلا ابويا بنفسه اللي هو مش بيخاف من حاجه بياخد العصايه علشان يبعدهم عنه، انا الكلاب كانت قاعده وبصالي كده. الكلاب قاعده كلهم يعني هو مسافه بعيده قوي من شلتها، وهم في كل مكان شويه، وكلاب مسعوره يعني مش كلاب عاديه. وكنت شايله همهم انا ازاي هطلع في وقت زي ده لوحدي، وازاي هكمل لوحدي الطريق وسط الكلاب يعني. فقامت المسيح يا بابا، الكلاب باصه كانهم كده شاربين حاجه من ايمانهم كده وباصين عليا باصه. انا حسيت ان دي باصه مش طبيعيه يعني، نظرتهم كانت حزينه، ما اعرفش كانوا باصين لي كده باصه غريبه. يا رب يسوع مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب، مجدا مجدا يا يسوع مجدا. يا انا اصلا في اللحظه دي ببص على الكلاب وهم بيبصوا عليا، وانا انا مستغربه ان هم ما قاموش من مكانهم ولا صوتوا زي ما بيعملوا كده بصوت. انت استغربت مش بتنبحوا ليه يا كلاب؟ يا كلاب مش بتنبحوا ليه يا كلاب؟ بطل تنبحوا ليه؟ بجد كنت بسأل هم ليه مش بينبح عليا زي ما هم بيعملوا مع الناس لما بتكون خارجه. يا رب. المهم ربنا سكتهم الحمد لله، خرجت من المنطقه الطويله دي بخير يعني. لقيت مكان كده بيت من البيوت اللي حوالينا بقى قدامه توك توك، وده الكلام ده الساعه الصبح الناس نايمة أصلا يعني، يا دوب النور مشقشق. فبعد كده رحت خبطت على البيت ده، قلت للست اللي طلعت لي أنا عايز حد يوصلني، وهم عارفين أنا مين وأنا قلت أنا مين أصلا. أنا ما قلتش إن أنا غريبة، أنا قلت أنا بنت فلاني فلاني، أنا كذا كذا، فاهم؟ يا ربي. المهم طلعت الحمد لله. عايزه اقول لك انا كان معايا 30 جنيه كنت مطبقاهم. بص هقول لك، انا همثل لك الجريمه. كنت مطبقاهم يا بابا كده اهو دي. يا ربي. كنت حاطاه في الجيب الصغنن خالص ده اللي بيبقى في بنطلون الجينز عشان هم مش عشان هم يعني هم فتشوا كل حاجة واخدوا الفلوس اللي معايا في الشنطة وكل حاجة. المهم علشان هم يضمنوا ان انا لو طلعت تاني، هم عارفين اصلي يعني انا مش هفضل، ان انا لو طلعت ما بيبقاش معانا فلوس. انا كنت برضو يعني متقولش رب يعني، انا كنت حاسة ان انا مش هطلع تاني، مش هعرف ان انا يعني دي خلاص نهايتي، يعني انا نهايتي. انت سلمتي على كده. كنت خلاص يعني.
المهم يعني عايزه اقول لك بقى معايا 5 جنيه، او يعني بعد ما وصلت المنطقه اللي انا كنت عايزه استرجعها بقى معايا 2.5. كلمت يعني واحده من صحابي، ما اتعلمتش اصلا يعني ما اتعلمتش ان انا اثق في ان انا ابطل الثقه في حد يعني. بس الست دي او البنت دي كانت مسيحيه، هي طبعا مش هتقدر تاخدني البيت عندها ولا هتقدر ان هي يعني ايه يعني، هي اللي قدرت عليه عملته، كانت بتفتح المحل. هي يعني احنا زمايل في نفس المهنه يعني، كانت بتفتح المحل مش بتاعها، هي شغاله فيه عادي. فكانت بتفتحه الصبح الساعه 10 او 11. انا قعدت 3 ايام يعتبر بقعد في الشارع، قاعده كنت بروح كافيه كده اقعد فيه. الكافيه ده يعني حد عارفني، فكان كنت انا بقعد بتاخر جامد جدا. فقلت له ان انا مش معايا البطاقه ومفيش سكن راضي يسكنني يعني من غير بطاقه. فكان بيقول لي انا على فكره بفضل فاتح للصبح علشانك، علشان هو فعلا ما يعني يعني هو كان جدع معايا علشان ما انا ما اقعدش في الشارع. قلت له ما انا مش عارفه اروح عند حد. يا رب يسوع. عايزه اقول لك ان قاعده في الشارع دي كانت بالنسبه لي حاجه صعبه قوي، ان انا ابقى قاعده في الشارع ما كنتش عارفه اروح فين ولا اعمل ايه يعني. كنت بفضل ابكي واعيط وانا مش عارفه اعمل ايه يعني. يطلع الصبح بدري علشان انا يعني انا اول ما يشقشق الصبح كده امشي من عند الكافيه ده وافضل اروح اقعد عند المحل اللي انا هقعد فيه بالنهار لحد ما تفتح البنت يعني. وانا بقعد عندها مثلا لحد مثلا الساعه 11 بالليل لما بيقفلوا، بروح الكافيه بالليل واطلع الصبح بدري. فكانت بالنسبه لي حاجه صعبه قوي ان يعني انا ابقى قاعده في الشارع يا رب يا رب. لحد ما هي بقى ايه، انا ما كانش ينفع ارجع عند الناس اللي انا كنت عندهم، لان كنت حسبت لهم مشاكل وكده. المهم ما رجعتش عندهم يعني. عايزه اقول لك انا رحت، هي حجزت لي في الاتوبيس وسافرت في البلد اللي انا قاعده فيها حاليا دي. ورحت يعني اخدت يوم الاول برضو قاعده كده يعني مش عارفه انا رايحه فين، برضو قعدت في مكان برضو في الشارع. رحت لابونا، وابونا الحمد لله يعني هو كان معايا يعني، ما سابنيش لحد ما لقيت مكان، وهو دور لي على المكان وخلاني موجوده في المكان ده يعني. بس يعني كانت بالنسبه لي حاجه صعبه قوي ان انا قاعده في الشارع وحاسه ان انا لوحدي، وان كل اللي حواليا دول ما خلاص مش موجودين، مش مفيش يعني. كل اللي حصل معايا كله بنعمة ربنا يعني، يعني لولا ما إن هو موجود معايا وإن هو ماسك فيا أو ماسك إيدي يعني، أنا كان ممكن يعني ما بقاش هنا دلوقتي. يا رب يسوع. أنا قصتك أصلها والوقائع اللي أنت بتذكريها وذكرتيها بأمانة أنا بشكرك عليها. حتى كل من كان بيتصل بك اتأذى، حتى الخادم اللي سعى إنه يسفرك يطلعك من البلد وتروحي مكان تاني اتبهدل وراح السجن واتبهدل. لكن عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، أنت ما تكونش مايع، ما تحاولش تمسك العصاية من النص، اقف. ده ربنا حطك تشهد له، اشهد له وليكن ما يكون. انما تتمايص وتتمايع وتنكر هيبهدلوك،
هم لما بيلاقوا فيك ضعف بيدوسوا عليك، يلاقوك قوي متمسك بإيمانك، بيحترموك بينهم وبين نفسهم، ورب المجد بيتدخل. دي قصة رباب، قصة رباب إنها ما خفتش لا النص الأول من قصتها مع البوليس ولا النص الثاني من قصتها مع أهلها، لم تنكر لم تخف، وكانت مع يسوع وكان يسوع معها. خليك معايا يا رب، أنا متمسكة بيك، ما انحنتش، ما بعتش، ما أنكرتش. ربنا خلصها وهيخلصها، وأنا بقولك أهو وعد مني قدام العالم، مش هنسيبك. بس يا رب انت ما تطلعيش بره وتدوري على المشاكل تاني وتتمسكي. بس المشاكل هي اللي بتجيلي. انا كنت زعلان مني بامانه، انا كنت زعلان مني لاني يعني احنا بنتكلم بصراحه، بس يعني انا صدقني انا يعني انا مش يعني مش عارفه، بس انا كنت شايفه نفسي ان انا باذي حد. انا كنت بقول أنا ان انا لو حد اذي مش هاذي، يعني هاذي نفسي بس ما اذيش اللي حواليا. احنا خبيناكي في مكان مفروض يعني ما كنتش في تخيلي وفي توقعاتي ان هم مثلا او حد تاني يأذي الناس اللي حواليا او يعرف عنهم حاجه او كده، يعني انا اكيد ما كانش قصدي. ربنا يبارك. يعني انا عارفه انه مثلا انت مشاعرك اتغيرت من ناحيتي بسبب ان انا كده يعني. لا ما تغير. انا سعيد وانا كنت اصلا عايزه اساعد حد. انا بالعكس انا بحبهم كلهم. انا زعلت وخفت عليكي، بس انا زعلت ليه؟ انا خفت عليكي. انا عايزه اقول لك ان حتى القدام يعني انا عمري ما كان في بالي ان انا اذيهم. انا كنت بقول للخدمه، كنت بقول لها انا ممكن اخونك انت بس ما منكرش المسيح ابدا. وهي كانت شايفه ان انا لما رحت ادور على حاجتي وكده، فكانت شايفه ان انا وكانت شايفه ان انا عايزه امشي من عندها، كانت شايفه ان انا كده بخونها او كده. بس انا لا، بالعكس انا بحبها وبحبهم هما الاثنين اصلا، خدام اللي معايا. بس انا بجد انا مش عارفه، انا بعتذر يعني ليهم، لان انا فعلا في مواقف كتير حطيتهم فيها كانت صعبه وما كانوش يتوقعوها وكده. المهم انك انت طالعه حتى في ألماتك، طالعه تشهدي للرب، وطالعه تدي دروس لمن هم في نفس موقفك تتصرفوا ازاي. انا اول بس واحد، بس انا اتعلمت ان انا ابقى واثقه في ربنا وان هو مش هيسيبني. بس الشرط واحد بس، ان ما انكروش. امين يا رب. هو لا تخف، انا معك وخلاص. امين يا رب. امين. هو كده يعني، هي دي المعادله، انا مش خايفه. فهو هو هيتصرف. امين يا رب. امين يا رب يسوع. بس انا بتمنى ان محدش بقى يعني يشهدوا للمسيح وكل حاجه، بس ما حدش يمر بحاجات وحشه او حاجات صعبه تضر بمشاكله ونفسيته، يعني تخليه حاسس ان هو نفسيا مش كويس. مش ما حدش يأذيه عامه يعني. ما يقعدش في الشارع مثلا، سواء كان ست ولا راجل. انا حاسه ان قعدت الشارع دي صعبه عليهم، لان انا جربتها كنت ما كنتش مستحمله ابدا. وهم بس خلوهم مع ربنا، بس خلوهم واثقين في ربنا وربنا حي. امين يا رب. طبعا انت عارفه، انت عارفه حالات من اللي محيطين بينا برضو كانوا في الشارع، عارفاهم. ما عارفه، حتى شباب رجاله يعني. انا بقول ان حتى الرجاله دي يعني هما رجاله، ايوه كل حاجه، بس لا، قعدت الشارع صعب قوي، ما حدش استحملها راجل ولا ست. بامانه المسيح يعني انا لا يعني ما حدش يقعد في الشارع يعني. لازم كل الناس اللي عابرين يبقى معاهم بيوت يقعدوا فيها عادي. يا رب يا رب. ما حدش يقعد في الشارع. مش يا رب يا بنتي يا رب. انا ربنا ابقى كده مرميه في الشارع، لا حرام. انا بس عايز اقول للناس اللي بتسمعنا، الثمن صعب يا جماعه.
شوفوا شوفوا رباب. رباب عرفت المسيح وتركت الإسلام واتبهدلت. وشوفوا اللي بيمشي أو بيضحكوا عليه سواء بنت ولا راجل ولا وبينكر المسيح وبيروح للإسلام. شوفوا ده بيبقى وضعه إيه؟ ده بيبقى باشا، ده بتتفتح له كنوز سليمان. وشوفوا احنا بتعمل فينا ايه. انا عايز اقول لكم، طب فكر بعقلك، فكر وشوف، فكر شوف الثمن اللي بيدفع عشان تعرف ان احنا اللي الصح وان التانيين هم اللي غلط. نعم، كانت اختي بتقول لي حاجه. انا اصلا كان عندي محل بتاعي وشغلي وكل حاجه مظبوطه وحياتي مظبوطه يعني، وكنت مع المسيح من غير ما هم يعرفوا كل حاجه. الوقت اللي عرفوا فيه بقى ومنعوني من شغلي ومن المحل ومن حياتي العمليه عامه، كانت بتقول لي حاجه يعني، هو انت بسهوله كده هتستسلمي وتسيبي شغلك اللي انت من زمان شغاله فيه واللي انت من زمان عايزه تكبري فيه والكلام ده كله؟ انا قلت لها عادي، انا مش فاهم معلش، ما يهمنيش يعني بالظبط كده. انا قلت لها ما يهمنيش يعني، انا خلاص يعني. هما اصلا كانوا مستغربين ان ازاي دي، اصل انا كنت بحب شغلي، انا بحب شغلي جدا يعني وشاطره فيه. ما تقولي مات، خلاص اسكت. بالنسبة لي أنا أسيب شغلي دي كانت حاجة مش طبيعية. خلاص ما تقوليش، كفاية كده. الله يحميك، الله يسندك ويسترك يا رب. أنا عايز ارفعوا إيديكم للرب. ربنا موجود دايما. ارفعوا إيديكم وصلوا يعني، لو الناس بس تقرب منه هتحس. واللي ده قلت المسيح مش ممكن يعني ما يشوفوش، لا المسيح صلوا ربنا يديكم ايمان البنت الحلوه دي رباب. صلوا ربنا يديكم هذا الايمان. صلوا ربنا يثبت في قلبكم يسوع. صلوا الله تضلوا. صلوا يا جماعه. الشيطان يجول ملتمسا من يبتلعه. صلوا عشان تكونوا في حماية. وصلوا لرباب. صلوا ربنا يباركها ويسندها وينجحنا ان احنا نخفيها. على فكره يا بابا، انا عايز اقول لك انا مش خايفه وما عنديش مشكله ان انا اطلع بوش ولا الكلام ده. انا عارف بس وحضرتك عارف كل ده كويس، بس انا برضه ما تستشهديش دلوقتي. الله، يعني انت يعني استني بس، يعني تستشهد رنين وانت عايزه تستشهدي؟ امال مين يبكي عليا؟ مين يبكي عليا؟ استني، طيب استني شوي. اعزائي المشاهدين، كنتم مع بنت رباب وقصتها وليلة القبض عليها وألماتها وحبها ليسوع وثقتها فيه وثقتها في طريقها. البنت كأنها يعني دخلت بوتقة النار وطلعت منها بتلمع أكتر، بتشعشع أكتر. على كل مثل عنها، كل مثل عنها في القداس، في الكنيسة، في درس، في يا بنتي انت بتعمل ايه بالظبط؟ بقيت ارثوذكسيه، خلي بالك للصميم يعني. انا بقيت ارثوذكسيه جامده جدا. انا بقيت خدمه كبيره في الكنيسه وليا كلمه. ربنا يحميكي ويوسع تخومك وخدمتك يا رب. امين باسم يسوع. ربنا يبارككم، يباركك يا بنتي. انا سعيد بهذا اللقاء جدا من احلى اللقاءات. تعال المجد اسمه يا رب. من احلى اللقاءات اللي عملتها. الله يباركك حبيبي، ربنا يخليك. ودايما صلي من اجل الخدمه. انا بحبك قوي بابا. الله يباركك ويسندك. بحب الخادم والخادمه اللي جنبي هنا دلوقتي، بحبهم قوي. اسكتي طيب، اسكتي. يلا ربنا يبارككم اعزائي المشاهدين،
وانت بابا وماما روحيين دول، ربنا يخليهم يا رب، ربنا يخليهم. انتظرونا في حلقات جديدة، مش عايز اسيبكم، مش عايز اسيبكم. قولي بقى في وانا بشهد المسيح مرة تانية في اسم يسوع. امين يا رب. هتشهدي للمسيح المرة الجاية بوشك. بوشك ان شاء الله باسم يسوع. باسم يسوع بوشك، باسم يسوع. ربنا يحافظ عليك. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على هذه الحلقة الجميلة، شكرا لبنتي رباط، الرب يبارككم. الخدمة مش مستمرة، وإحنا بنقوى أكتر، بقول لكم بيقفلوا الأبواب وبنط لهم من الشبابيك. ربنا أمر، ربنا قال ففعل، ربنا أمر فكان. خلاص الخدمة مستمرة وبتقوى، وباسم يسوع هتشوفوا اختبارات وتشوفوا خدمة نارية وكنائس جديدة بتتفتح في مصر للمتنصرين، والبنت رباط دي هتقود كنيسة من الكنائس، وإحنا بنستعد لها. صلوا من أجلنا. سلام يا حبيب بابا، الرب يباركك. خلينا أصلي لك قبل ما أتركك. بسم الآب والابن والروح القدس واحد، امين. يا رب يسوع المسيح، يا رب يا رب، بنتك بين ايديك، بنتك شهدت لك بكل جراءه وجساره، بنتك اتكلمت بكل الحب ليك يا رب. باركها، اديها، اعطيها ولا تعير يا رب، عوضها عن كل ما فقدته يا رب، اسندها وسدد احتياجاتها وانس وحدتها. خليك انت الونس والصديق والحبيب، خليك انت الرفيق، اتعشى معها يا رب، ابقى معها في البيت، ابقى معها في كل حتة يا رب، لا تتركها يا رب. هي نسيت كل حاجة، كاريرها وشهاداتها وشغلها وأهلها، واشترتك انت يا يسوع، اشترتك انت يا يسوع. خليك معها، ثبتها في إيمانها. أشكرك، أشكرك، أشكرك يا رب، لك المجد الدائم من الآن وإلى الأبد وإلى ظهر الظهور. آمين، آمين، آمين يا رب. أعزائي المشاهدين، انتظرونا في حلقات جديدة. سلام رب المجد يكون معكم، آمين، آمين. سلام يا رب، سلام يا بنتي خلي، سلام سلام سلام. عز لو طولت شوية هتقول اسمها، هتقول اسمها، لو طولت شوية هتقول اسمها وتقول صفاتها. أنا همشي أحسن، أنا همشي. ربي يباركك يا الله، ربنا يسندك ويحفظك. سلام يا بابا. ممكن تقفل من عندك لان انا مش عارفه. اقفل اهو خلاص، مع السلامه يا بنتي.